بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن الجزء اللي هو بتاع الـ Uncertainty in Measurement and Significant Figures. Uncertainty in Measurement معناها عدم الدقة في القياس أو عدم التأكد في دقة القياس. الـ Significant Figures دي معناها عدد الخانات المعنوية المكونة للرقم. أنا عندي رقم زي كده، مثلا 1.23، عدد الخانات المعنوية لهذا الرقم عبارة عن 1 2 3، 3 خانات معنوية. يعني ايه معنوية؟ يعني لها معنى. طيب افرض ان الرقم كان بالشكل ده، عدد الخانات المعنوية لهذا الرقم هي 2 فقط، 1 2. ليه؟ لأن الصفر على اليسار لا يمثل خانة معنوية بالنسبة لي. يعني بقول الصور المعنوية أو الأرقام المعنوية، الأرقام التي لها معنى تمثل لي معنى بالنسبة للرقم. يعني مثلا الرقم ده، الرقم ده كده عبارة عن كام significant figure؟ 3 significant figure. طيب الرقم ده عبارة عن 2 significant figure. طيب لنفرض مثلا إن الرقم كان زي كده بالشكل ده، الأصفار اللي على اليسار ديت لا تمثل بالنسبة لي significant figures لأنها ليس لها معنى، وبالتالي يبقى عدد significant figures أو الأرقام المعنوية لهذا الرقم هي 3 significant figures، وده الرقم ده أيضا له 3 significant figures. فبقول إن الأرقام اللي على اليسار دي بسميها leading zeros، وهذه لا تعد do not count as significant digits، والأرقام اللي على اليمين اللي هي زي كده دي بسميها trailing zeros، ودي بتعد كأرقام معنوية do count as significant digits. تمام؟ طيب أي رقم عشان أحدد significant figures بتاعه ببدأ العد من جهة اليسار من أول non zero digit، يعني عدد أول عدد غير صفري، أول رقم صحيح غير صفري يقابلني هبدأ العد من عنده، فأبدأ العد 1 2 3. لو كان في أصفار جهة اليسار لا تعد، لو كان في أصفار جهة اليمين تعد. طب عندي في عندي بعض الحالات اللي بيكون فيها مثلا أصفار في وسط الرقم، يعني بين رقمين، فالأرقام دي الأصفار دي أيضا تعد كأرقام معنوية. يعني هذا الرقم اللي هو 1602 له 4 أرقام معنوية، 1 6 0 2، ادي 1 2 3 4. طيب افرض ان الرقم جاي لي على الساينتفك نوتيشن زي الصوره دي اللي هي عباره عن منتسة في 10 اس اكسبوننت، فقط انا ببص على المنتسة اشوف عدد الصور المعنويه او الارقام المعنويه لهذا الرقم، عدد السيجنيفيكانت فيجرز لهذا الرقم، فعدد السيجنيفيكانت فيجرز لهذا الرقم 1 2 3، يبقى الرقم ده كله كده له 3 significant figure. ماليش دعوه بالاكسبوننت، الاكسبوننت ممكن يكون كبير، ممكن يكون صغير، ممكن يكون اس موجب، ممكن يكون اس سالب، انا فقط لو بص عليه هي المنتسه فقط، فبيكون لها 3 significant figures. حتى هنا بيقول لي the size of the exponent has no influence. تمام؟ طيب rules of multiplication and division. عندي بقى حالتين بتعامل معاهم، حالة الملتيبيكيشن اند ديفيجن اللي هي حالة الضرب والقسمة، لو انا عندي عملية حسابية فيها عملية ضرب او قسمة، والحالة التانية اللي هي الجمع والطرح. هناخد الاول الحالة الاولى اللي هي الملتيبيكيشن اند ديفيجن، لانهم لهم نفس الكلام. بقول في حالة الملتيبيكيشن اند ديفيجن زي حالة الرقمين كده، ادي رقم له 3 significant figures ورقم تاني مقسوم على رقم تاني له 5 significant figures. المفروض لو انت حسبت الآلة الحاسبة هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الناتج بالشكل ده، هيطلع لك ناتج بالشكل ده كده. طيب المفروض بقى الناتج ان انا الصحيح ان انا احطه ما احطوش على الصورة دي، احطه على صورة الأقل في السيجنيفيكانت فيجرز. يعني هذا الرقم هو الأقل في السيجنيفيكانت فيجرز له 3 سيجنيفيكانت فيجرز، المفروض ان احط الناتج ده على صورة الأقل في السيجنيفيكانت. طيب يعني هعمل ايه؟ هاجي اعد
ثلاثة significant figures، أول ثلاث أرقام معنوية بالنسبة لي، واحد اثنين ثلاثة، وبعد واحد اثنين ثلاثة، وبعدين هبدأ الحذف من أول هنا. طيب الرقم اللي أنا بحذفه لازم أراعي فيه عملية التقريب، لو الرقم اللي أنا بحذفه أكبر من أو يساوي خمسة، يعني لو خمسة فيما فوق، لازم أزود الرقم اللي قبله واحد، بحيث إن هو يبقى إيه؟ بدل ما هي ستة تبقى سبعة. يبقى الرقم الصحيح المفروض إن أنا أكتبه، أو الإجابة الصحيحة المفروض إن أنا أكتبها لهذه العملية الحسابية، هذا الناتج، يبقى تلاتة خمسة فاصلة تلاتة خمسة سبعة. طيب نشوف إكزامبل تاني، لو في عندي رقمين زي كده، خلاص أغير بس اللون. رقم زي كده له أربعة significant figures، ورقم تاني زي كده له ثلاثة significant figures. طيب هنا مختلفين في significant figures، يبقى لازم أحط الناتج على صورة الأقل في significant figures. أشوف الأول العملية أنا عندي إيه؟ عملية ضرب، يبقى لازم أحط على الأقل على صورة الأقل في significant figures، يعني 139 فاصلة 111 لازم أخليها على صورة ثلاثة significant figures. أعمل إيه؟ هعد واحد اثنين ثلاثة وأبدأ الحذف من أول هنا كده. طبعا لازم أراعي عملية التقريب هنا، طبعا الرقم اللي أنا أول رقم بحذفه اللي هو واحد مش هيأثر لي في عملية التقريب، فأحط الناتج زي ما هو. المفروض إن أنا الصح إن أنا أحط فاصلة هناك عشان أعرفه إن كان في مجموعة أرقام وأنا حذفتها. طيب لنفترض مثلا إن جاي لي رقمين، واحد ليه اتنين significant figures وواحد ليه تلاتة significant figures. لو انت جيت ضربت الآلة الحاسبة هيطلع لك كام؟ طيب لو ضربنا الآلة الحاسبة، خلينا نحسبها كده كالكوليتر، نضرب 7.8 ضرب 9.6 يساوي، طلع لي الرقم المفروض على الصورة دي، رقم 7.2 7. المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ احطه على صورة الاقل في significant figures، على صورة الرقم ده. طب الرقم ده ليه كام significant figures؟ 2. فالمفروض هاجي اعمل كده، 1 2 وابدا الحذف من هنا. بس انا لو جيت حذفت من هنا ايه اللي هيحصل عندي؟ الرقم عندي هيبقى بدل ما هو 727 هيبقى 72، هيغير بشكل كبير جدا من قيمة الرقم. في الحالة دي تحديدا انا بعمل حذف وتقريب للرقم كله، يعني بحذف الرقم ده اللي انا بحذفه ده اللي هو السبعة، بحط مكانه صفر، واجي اروح مقرب الرقم كله الى اقرب رقم بالنسبة لي، يعني 727 تقرب الى ايه؟ تقرب الى 730. يبقى الناتج الصحيح هو المفروض ان انا اكتبه، يعني 730. طبعا ديت الحاله الوحيده اللي المفروض ان انا بعمل فيها كده، بحذف الرقم واحط مكانه صفر واعمل عمليه تقريب، يعني 727 تقرب الى 730. طب افرض ان الرقم اللي انا بحذفه ده اقل من خمسه، يعني مثلا 3 او 2 او 1 مثلا، دي 3 تقرب الى 720 وليس الى 730، لأن 723 تقرب إلى 720 ولا تقرب إلى 727 وهكذا. فدي الحالة الوحيدة فقط إن أنا بعمل فيها هذه الحركة. طيب نيجي بقى للرولز أوف أدينج أند سبتراكتنج، اللي هي عملية الجمع والطرح. عملية الجمع والطرح مختلفة شوية عن عملية الضرب والقسمة. في إيه بقى؟ في إن أنا ببص للأقل في الـ number of decimals، يعني إيه number of decimals؟ اللي هي عدد الخانات العشرية. يعني مثلا الرقم ده، الرقم ده كده اللي هو 1.2، 1.2 2 3 سوري زائد 3.4461. عدد الخانات العشرية للرقم ده كام؟ 2. عدد الخانات العشرية للرقم ده كام؟ 4. فالمفروض ان انا احط الناتج على صورة الاقل في الخانات العشرية اللي هي number of decimals، ليكون لي 2 ديسيمالز. فالناتج اللي المفروض هيطلع لي بالآلة الحاسبة هو ده. لا، ما ينفعش ان انا احطه على الصورة دي، لازم احطه على صورة 2 ديسيمال، يعني هاجي بعد الديسيمال الثاني واروح حاذف من اول هنا كده،
يعني هحذف من اول هنا كده، يبقى هحذف من اول الستة. طبعا الستة أراها في عملية تقريب، لازم السبعة تتحول إلى إيه؟ إلى 8. يبقى المفروض الناتج الصحيح 4.68 وهكذا. بعمل نفس العمليات ديت في كل إيه؟ في كل العمليات اللي فيها جمع وطرح. طيب هنا مثلا، هنا في 2 ديسيمال، هنا في 1 ديسيمال، هنا في 3 ديسيمال. المفروض الناتج أحطه على صورة إيه؟ على صورة الأقل في الديسيمال اللي هو أو الخانات العشرية يعني، أحطه على صورة واحد خانة واحدة عشرية فقط. يبقى 10.296 ده المفروض هيطلع بالحاسبه، احول الى صوره واحد ديسمال، يعني اجي بعد الديسمال الاول واروح حاذف كده. ايوه، والراعي عمليه التقريب، التسعه ديت لازم اعمل فيها عمليه تقريب، يبقى اخلي 2 تبقى 3، يبقى الناتج الصحيح المفروض نكتبه 10.3 وهكذا. نيجي مثلا الاكزامبل ده، الاكزامبل ده زي ما قلنا يا شباب ان الرقمين دول في عندي واحد ليه واحد ديسمل وواحد ثلاثة ديسمل، المفروض الناتج لازم يكون على صورة الواحد ديسمل، يعني انا نجمع اول واحد ديسمل ونروح حاذفين كده. هنا كده. طبعا لما نحذف الثلاثة مش هتأثر في عملية التقريب حاجة، فيكون الرقم الناتج هو 1.2 بدلا من 1.32.